معلومات تفيد بأن مشاهدي خطاب السيد سيتجاوز عدد مشاهدي الكلاسيكو، فماذا في مضمونه؟ وهل سيعلن الحرب؟ منذ إعلان الحزب عن إطلالة للسيد يوم غد الساعة 3 ظهراً، لم تتوقف الترجيحات والتحليلات، وآخرها ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية عن أن عدد مشاهدين الخطاب المرتقب سيتجاوز عدد مشاهدي الكلاسيكو الإسباني والإنجليزي مجتمعين. وكتب حايم ليفنسون في صحيفة هآرتس أن إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، ولا أبالغ إن قلت العالم، على مفترق طرق شائك وبالغ التعقيد والآتي مفتوح على جميع الحسابات، وقد يكون في الخطاب ما هو مفتاح لفك شفرة خريطة ما هو آت. ثلاثة سيناريوهات أوردتها الصحيفة عن الخطاب. الأول، أن يكون خطابه موجهاً بالعموميات بوصف مجريات الميدان السياسية والعسكرية على الجبهة الجنوبية. الثاني، يتوقع أن يكون الخطاب ذا سقف عالٍ ويضع فيها السيد خطوطاً حمراء إن تجاوزتها إسرائيل سيقوم الحزب بالاشتراك أو توسيع المواجهة في الشمال بشكل كبير. أما السيناريو الثالث هو سيناريو أرماجيدون، وهو أن يعلن في الدقائق الأولى من خطابه أن الصواريخ الآن في طريقها إلى تل أبيب وأن قوات الرضوان قد أصبحت في الجليل. اللافت بعد هذه التوقعات هو خروج رئيس مجلس النواب نبيه بري عن صمته ليؤكد وفق الديار أنه إذا وقعت الحرب الكبرى لن يكون حليف فقط، بل ستكون حركة أمل جنباً إلى جنب مع الحزب في المعركة. فهل دقت ساعة الصفر وأخذ بري الضوء الأخضر للإعلان عنها؟